يا شباب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا دكتور، كل عام وأنت بخير. وانت بخير ان شاء الله، الله يديك العافية وبارك الله فيك. تراكم يا شباب، كل سنة وأنتم طيبين. بخير، الله يديك العافية. انت الله طيب، يبارك الله فيك. يديك السلام عليكم العافية. دكتور، كل سنة طيب. وانت طيب وسام، الله يسلمك يا اخي. يا أخبارك يا أخي؟ كيف صحتك؟ تمام والله الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أنت طيب. الله يديك العافية وانت طيب ان شاء الله، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام كل ورحمة الله. العام معك، كل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله، الله يسلمك. الله يسلمك، الله يسلمك. كيفكم يا شباب؟ وعليكم السلام. عليكم السلام. العيد سعيد عليكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يسلمكم. كنا نايمين يوم الأكثر صحيح الليلة بس. الليلة قارب وين؟ خالد داش يا دوب جاي داخل. لسه الشباب دي اللي ما عارف عندهم مشكلة والله. عموما الليلة في مشكلة في الشبكة، في مشكلة في استلام الشبكة. عموما، عارف استلام عموما في مشكلة في الشبكة. ايوه خاصة الناس اللي شغالين بزين. خالد انت وصلت ولا لسه؟ طيب يا شباب، في اي سؤال، في اي حاجة عايزين قبل ما نبدأ؟ يا دكتور يا اخي، الامتحان كله سؤال، الامتحان صعب شديد يا اخي. لا هو انت عارف الصعب وشنو، بس انه الناس شويه كده يعني عشان انقطع كم يوم دي. ركلست ركلست العيد، العيد بس بالضبط كده يا دكتور، شفت؟ فالعيد ده هو العمل عمل بتاع لكن انا متحسن يعني. لا ما شاء الله، كويس كويس جدا. ها يعني وصلنا ل 50، ما قصرنا مقارنة بالامتحان اللي فات. لا لا كويس جدا، يعني هو يعني ستيب باي ستيب، ان شاء الله الامور هتمشي تمام ان شاء الله. ان شاء الله. وصل كده، بس احنا مفضلين بكره، بس تقريبا بكره اخر يوم في المحاضرات خلاص، فبعد ذاك بنبدا نشتغل في البراكتيكال. بس انا بس داري باقي الشباب كلهم يجوا عشان ندي، عشان بعد ذاك الناس تبدا توزع نفيسها زي ما اتفقنا يومتها، توزع نفيسها في مجموعات يعني. دكتور هو كان مفاجئ، بس مشكلته لانه كان بي قطع الشابتر الاولى، بس ركزت عليها. كان يعني ممكن الازله، كل اغلب الازله جات من هناك يعني. ايوه يعني احنا ركزنا على اللي افتكرنا تيجي من الكوست والاستجوار والريسك وبتاع. لا انا بس ركزت على كده، على سن الناس بيكون، لان الفتره طالت ممكن تكون نسيت نسيت شابتر 1 يعني. بعدين الاجوبه متشابهه جدا جدا. ايوه طريقه غريبه يعني. ايوه وبعدين اصلا انتوا لقيتوا خبره عشان كده. لا والله انا قاعد في الناين نجحت بالقلمه يعني. ايوه انت عارف، ما هي دي المرحله بتاعت الواحد بيحصل له كونفيوجن في الحته دي، لانه خلاص بدا يعني المعلومات كلها قدامه، ولكن المعلومه الصحيحه وهنا هي دي، بس الحته اللي بتبقى في هذه اكتشفت انه انا لو فكرتك انت كنت حجيبها صح، لو ما فكرت كثير بالضبط كده. لكن انا كده برضه كثير هو عمل لي مشكله.
انا متاكد هسه لما الناس تاخذ كل خلاص فضلنا الليله ان شاء الله حناخذ البريكيرمنت المشتريات، بكره حناخذ الستيك هولدرز وبنكون انتهينا يعني. بعد ذاك لما محتاج يكون يوم واحد بس هيك، نعم يوم واحد بس الكابتن دي الليلة بس. اول حاجه البريكيرمنت ما كثير يعني، حننتهي منه الليله ايوه في يوم واحد. الستيك هولدرز برضو، الستيك هولدرز لانه بيجت شنو بيجت مفرقه، نحن كل يوم بنتكلم عن الستيك هولدرز كل مره، فلما نجي لها هي ذات طب اوريدي منتهية يعني. بتاعتها فحتبقى حاجه يعني فيري اوبفيس يعني، بس فيها تصشيص كده صغيره نحن حنراجعها ونكون انتهينا يعني. بعد ذاك تمام. بنبدا في الشغل بتاع البراكتيكال يعني، انا معول على الشغل بتاع البراكتيكال اكثر يعني من المحاضرات يعني، لانه في انا البراكتيكال هسه لازم تكون كنت عايز اشتغل في حاجات في حاجات كثيره كده بتكون متشابهه، يعني متشابهه يعني لازم متعدده، صح. فداير احاول الخصها واعرضها للشباب هنا عشان تتبع شنو يعني تقول كده لما يرجع كل واحد بالضبط كده، انت حاجه عارف الحاجات المتشابهه دي يا اسامه لما تيجي تشتغل في البراكتيكال يعني. اسي مثلا نحن لما نتكلم عن الـ الاكسبير جادجمنت، الاكسبير جادجمنت في السكوب ما زي الاكسبير جادجمنت في الريسك يعني. ايوه الناس اللي بيكونوا مختصين اللي انت بتقوم بتستشيرهم في الموضوع بتاع السكوب ما هم بيكونوا نفس الريسك، بيكونوا متخصصين في الريسك. لكن انت الكلمه بتجيك واحده يعني، انه والله واحده من التولز التكنيكس اللي احنا مثلا بنستعملها في البلان سكوب مانجمنت اللي هي اكسبير جادجمنت، وفي الريسك البلان ريسك مانجمنت بنستخدم برضه الاكسبير جادجمنت. هل هم واحد؟ هم ما واحد. حاجات تانية برضو في زي المهام بتاعت البروجكت مانجر، وفي فرق بين الرول بتاعته وادواره، وفرق بين انه هو موقع وين حاجة كده بتتشابه يعني بالضبط كده، هي موقع الروس من والريسبونسابيلتي والسكيلز. ايوه فرات بتكون بتتشابه السلام جدا عليكم. يعني في السؤال. عليكم السلام ورحمة الله خالد. الشغلانة دي زي التشابه بين الصينيين والكوريين. لكن اسمع، الناس الزول اللي بيمشي بيعيش في كوريا او بيعيش في الصين بعد ذلك بيقدر يميز بيناتهم. الله يعيشنا غايته. ايوه فنفس نفس الفكره. يا خالد كيف اخبارك؟ شلون طيب يا كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيب، ان شاء الله بخير، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. جميعا الله يديك العافيه. وانت طيب، وانت طيب. غريب الليله يعني شويه الزوم ما ظبط معنا، اخذ وقت عشان ادخلنا. اخذ كافي. بالمناسبه يا خالد السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. الكورس اللي قرب ينتهي فإن صحة والسلام والقابل على أمانة. الله يديك العافية يا أخي، بارك الله زيدي ما في أي مشكلة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. دارين بإذن الله. أدفانس جرامر كده، أدفانس جرامر. ما في أي مشكلة يا باشا إن شاء الله. أوكي تمام. ما تنسى بس. لا أنا ما ناسي، بس إن شاء الله ننسق بعد ما نخلص زي ما قالوا من الموضوع حق البي ام بي ان شاء الله. تمام جدا تمام. ان شاء الله باذن الله. اوكي يا شباب، طيب طالما معظم الناس جو نحن حنبدا ان شاء الله. طيب ان شاء الله الليله زي ما اتفقنا ان شاء الله حنبدا البريكيرمنت اللي هي المشتريات، اداره المشتريات. كويس. فاداره المشتريات في المشروع انت كبروجكت مانجر دي ما مهمتك يعني، ما مهمتك انك انت تمشي تشتري ال 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 يعني تشتري الحاجات وكده، لا، في زول بيكون مزول منها، لكن انت بتكون مزول من شنو؟ انت الحاجه اللي بتهمك اللي هي العقودات، وانه منو المفروض يجيب الريسورسز والمزول منها، تمام؟ فانت كبروجكت مانجر المفروض بس يكون عندك بيكون عندك الكنترول بتاع الحاجه دي يعني، بتعرف انه والله يا اخي مثلا المدير المشتريات هو المزول من الحاجه الفلانيه، لو نقصت اي حاجه نحن بنمشي له. في الماتريكس، في الويك ماتريكس والبالانس ماتريكس، الفانكشنال مانجر هو بيكون مزول من الريسورسز، ودائما دي بتكون الاشكاليه بين البروجكت مانجر والرئيس بتاع الجسم يعني، بيكون الحته بتاعت بيكون دائما في ديبيت وفي مشاكل في الحته بتاعت الريسورسز، تمام؟ الريسورسز ومن ضمنها برضو الحته بتاعت المشتريات البريكيورمنت. فان شاء الله احنا الليله حنناقش الموضوع ده، نشوف البروسيس دي ذات هي شنو والفائده منها شنو، تمام؟ فاول حاجه حناخد عنها فكره عامه انه البريكيورمنت مانجمنت اداره المشتريات في المشروع. بعد ذاك حنجي نشوف البروسيس بتاعتها، فيها ثلاثه بروسيس، تمام؟ بعد ذاك بنجي نشوف البريكيورمنت كونسبت، اصلا
البريكيلو من ذاته هي جايه من وين، ونحن هنستفيد منها شنو في المشروع بتاعنا. بعدها هنتكلم عن البروسيسز بتاعتها، هي ثلاثه بروسيسز. وعندنا اهم حاجه في الـ في الـ في البريكيورمنت المشروبات اللي هي الحته بتاعت الـ الـ العقودات. فالعقودات دي ذاتها احنا عندها ثلاثه انواع، تمام؟ انت بتشوف انك كبروجكت مانجر 200 تختار العقد اللي بيريحك انت، لانه في عقد انت لو الشركه بتاعتك دي حتبيع في 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 عقودات خطره جدا بالنسبه لك انت، واذا انت الشركه بتاعتك بتشتري برضه في عقودات خطره جدا. فانت لازم كبروجكت مانجر تكون تعرف 200 تستعمل النوعيه الصحيحه بتاعت العقد، تمام؟ بعدك حنيجي نتكلم عن حاجه اسمها بريكيورمنت بيد دوكيمنت. والبيت زي ما شرح لنا خالد الله يديه العافيه، عمل لنا لا ترجمه اللي هي العطاءات، تمام؟ فانت برضه مرات في الشركه في المشروع بتاعك محتاج انك انت تقدم عطاء يعني، تمام؟ فمثلا مثال بسيط انه والله يا اخي انا بحسب انه لو اجرت ولا اشتريت احسن لي شنو، تمام؟ طيب لو اشتريت انا الطريقه اللي اشتري بها كيف، والطريقه بتاعت العقد تكون كيف، تمام؟ طيب خلينا نشوف جنرال سبيكنج اباوت البروجكت بريكيورمنت اوفر فيو. البروسيس دي يا جماعه انه هي مهمه جدا جدا، لانها بتختص بالمبيعات اللي انت بتشتريها للمشروع يعني، كويس؟ اي حاجه انت بتشتريها للمشروع، واي حاجه انت مثلا المشروع بتاعك ده لو بيبيع، لان انت مرات انت بتشتغل في مشروع، المشروع ده لما الديليفرابلز بتاعته دي تجهز انت المفروض تبيعها. مثلا شقق، انت عملت شقق وخلاص شغال مع ناس واحده من الشركات بتاعت المباني دي وبديته خلاص تبيعه، طيب انت المفروض يكون عندك من البدايه تكون العقودات بتاعتك دي جاهزه، تمام؟ فانت بتجهز العقودات والبوليسي بتاعتها والحاجه دي اللي هي هنا في البروسيس بتاعت البريكيورمنت مانجمنت. زي ما قلت لكم يا جماعه، البروجكت مانجر از تيبيكالي نوت اوثرايز تو ساين ليجال اجريمنت ان ذا اورجنايزيشن، يعني ده ما شغلك انت، لا انت بتعمل ساين لكونتراكت ولا يعني دي بيكون في الجهه القانونيه في الـ في الـ في الشركه هي بتعمل ساين للحاجه دي لو عندك محامي او كده، تمام؟ لكن انت كبروجكت مانجر المفروض تكون عارف العقودات اللي انت الشركه اللي عاملاها، لانها دي عندها علاقه مباشره بالمشروع بتاعك، يعني زي ما نحن هسه ضربنا المثال بتاع الشغل، تمام؟ طيب نجي نشوف عندنا زي ما قلت لكم ثلاثه، هي ثلاثه عملت للجماعه دي. طيب هي اصلا البريكيورمنت مانجمنت ثلاثه بروسيسز. اول واحده هي البلان بريكيورمنت مانجمنت، ودي في البلاننج بروسيس. بعد ذاك عندنا الكوندكت بريكيورمنت، انت عملت العقودات دي جاهزه، عملت بلان انه تشتري من وين وتشتري متين وكده. بعد ذاك الحته بتاعت الاكسكيوتنج، الحته بتاعت التنفيذ بتاع المشروع بتاعك، انت بتحتاج تشتري، تمام؟ سواء كان ماتيريالز سواء كان معد اليات وكده، انت بتبدا تشتري. فعندنا برضو البروسيس بتاعت الكوندكت. بعدين في لما تيجي في المونيتورنج اند كنترولنج، انت بتعمل كنترول للبريكيورمنت بتاعتك، تمام؟ فهي ثلاثه بروسيسز. طيب نشوف اول بروسيس فيها اللي هي بلان بريكيورمنت مانجمنت، اللي هي دي المسؤوليه شنو؟ مسؤوليه انك بالايدنتيفاي او دوكيومنتنج بروجكت بريكيورمنت ديسيشنز سبيسيفاينج ذا ابروش ايدنتيفاينج ذا بوتنشال سيلر. يعني انت مثلا لو من البدايه انت المشروع بتاعك ده عايز يبيع، تمام؟ انت في المرحله دي بتحدد انك انت دار تبيعه لمنه، تمام؟ او الكاستمر ذاته ممكن هو من البدايه يكون هو عارف انه والله يا اخي جابك انت عشان تعمل له المشروع ده عشان هو يشتري منك، تمام؟ مرات انت بتكون شنو؟ انت بتكون مشتري، يعني انت ذات المشروع بتاعك ده عامله لكن في حاجات بتشتريها، فانت لازم ثينك في الاتجاهين، انه مرات انت بتكون بروجكت مانجر بتشتري ومرات انت بتبيع، تمام؟ فعشان كده في لما يجيك الامتحان ده في السؤال خد بالك انك انت دورك شنو، الشركه بتاعتك شنو، هل هي بتبيع ولا بتشتري، تمام؟ وممكن تكون انت في نفس في الاثنين، انت بتشتري المواد عشان تصنع بها حاجه معينه عشان في النهايه بعدين تبيعها، فانت دورك بيكون برضو اثنين، بتكون هنا سيلرز في الحته بتاعت انك انت تنفذ المشروع بتاعك، وبعد المشروع بتاعك انتهي انت بتكون البايع، تمام؟ طيب برضك انت
اللي هنا في ال اللي هي انت بتحدد determine whether to acquire goods and service from the outside. يعني برضو الحاجه الثانيه انك انت مرات يعني الشركه بتاعتك دي مثلا عندها مشروع ثاني مثلا او عندها معدات في جهه ثانيه، هل انك انت احسن لك تاخذ المعدات منهم من المشروع الثاني او من الجهه الثانيه في الشركه بتاعتك، ولا احسن تشتري؟ تمام. فدي طبعا انت ما بتقدر بس بالكومن سنس انك انت تحدد، لا عندها حاجات معينه، عندها حسابات معينه بتشوف انك انت احسن لك تشتري ولا احسن لك تبيع. تمام. فانت ذاتك بتفكر فيها مثلا، انت بس مثلا مشيت تشتغل في السعوديه مثلا، جاك عقد من السعوديه من الامارات او اي حته، والعقد بتاعك ده مده 5 سنوات. طيب في ال5 سنة دي انت احسن لك تشتري عربيه ولا تاجر؟ تمام. فانت بتفكر فيها كده، والله يا اخي انا مثلا لو اشتريت عربيه بعد ما مثلا نعمل له خروج نهائي ممكن العربيه دي انا اشيلها معايا السودان، او ممكن انا اشتري لي استثناء وامشي ابيعها في السودان بيكون احسن لي. تمام. او والله يا اخي انا ما داير اوجع راسي بالموضوع ده كله كويس، وفي النهايه العربيه دي انا الليله اللي اشتريتها مثلا ب 50,000 ريال بعد 5 سنة حتجيب لي 20,000 ريال، طيب ما انا اجر واريح نفسي. تمام. فهي نفس يعني نفس الحسابات اللي انت المفروض تحسبها برضه تحسبها في البروجكت بتاعك. تمام. في سؤال يا شباب لحد الان؟ في سؤال؟ طيب نجي نشوف الانبوت والتولز والتكنيكس والاوتبوت بتاعت البلان بروكيورمنت مانجمنت. تمام. الانبوت بتاعتها يا جماعه، اول حاجه انت محتاج للبروجكت شارتر، مهم جدا عشان تعرف انه ذاته المشروع بتاعك ده اصلا هينفذ شنو. تمام. البيزنس دوكيمنت اللي انت محتاج لها، محتاج للبيزنس كيس والبنفيت مانجمنت بلان بتاعتك برضه، دي ريليتد انه والله يا اخي انه البروجكت بتاعي ده المفروض اصلا الهدف الاساسي منه شنو. بعد ذاك انت محتاج لشنو يا جماعه؟ محتاج للبروجكت مانجمنت بلان، محتاج للسكوب مانجمنت بلان، انه والله يا اخي انا محتاج اشتري كم طن اسمنت، ومحتاج اشتري كم طن سيخ، ومشتري كده يعني. تمام. الكواليتي مانجمنت بلان محتاج ليها يا جماعه، لانك انت عشان تنفذ الكواليتي بتاعتك دي او البروجكت بتاعك ده يكون يعني على هاي كواليتي، انه في حاجات معينه انت ممكن تشتريها. في نفس الوقت انت محتاج للكواليتي مانجمنت بلان عشان ترتب بيها الشغل بتاع المشتريات. تمام. يعني حاجتين، حاجه عشان تدير بيها المشروع، الكواليتي دي عشان تدير بيها المشروع بتاعك، وعشان برضو تنفذ بيها المشتريات. بعد ذلك انت محتاج للسكوب بيس لاين، اللي هم الثلاثه، السكيدل بيس لاين والسكوب بيس لاين والكوست، سوري الكوست والسكيدل والسكوب. انت هنا محتاج للسكوب بيس لاين اللي هي ريليتد انك انت والله البروجكت بتاعك ده المفروض ينفذ شنو. تمام. محتاج للمايل ستون ليست، مهمه جدا جدا عشان تعرف والله انه والله المايل ستون، واحده من المايل ستون بتاعتي دي ما بقدر اصليها الا انه انا اكون اشتريت الحاجه الفلانيه عشان اعمل بيها الحته، اصل بيها الحته الفلانيه. تمام. البروجكت تيم اساينمنت، انت محتاج انك انت تشوف الاكتيفيتيز بتاعتك اللي بيعملها لك منو، ومحتاج لشنو. تمام. مثلا والله يا اخي ادم ده انا داير اعمل لي مثلا يجهز لي السيستم، يبني لي سيرفر وكذا يعني. طيب يا ادم، انا داير اجي اشوف ادم، ادم انت محتاج لي سيرفر 200، هل انت بس محتاج لي سيرفر بس ولا محتاج لي حاجه ثانيه؟ انا طبعا بكون الحاجه دي اوريدي عملت لها بلان، لكن هنا بجي بحدد انه ادم ده المفروض انا اشتري لي سيرفر 200، هو محتاج لي سيرفر في خلاص نحن دي حددناه في البلان مانجمنت وفي السكوب وفي كل شيء، والله ادم ده عشان يعمل لي الشغل ده محتاج لي سيرفر. طيب هنا انا بحدد انه المفروض اشتريه له 200. تمام. فهي الشغله شنو يا جماعه بتاعت البروجكت مانجمنت دي كلها عباره عن زي اللي انت شفتها البازلز اللي هي اللعبه اللي بتجيبها بتحطها دي، ومثلا انت في النهايه الشكل بتاعك غصر ولا ورده ولا اي حاجه، فبتيجي تخط القطعه واحده واحده. تمام. فاذا خطيت قطعه غلط باقي القطع كلهم ما بيجي معك، فانت لازم تبداهم بدايه صحيحه. تمام. الاسكوب بتاع الحاجه دي اللي هي انت بتبدا بالاطراف، اونس انت عملت الاطراف كلها بتاعت اللوحه في البازل بتاعتك دي، بعد الحاجات اللي في النص بتجيك سهله جدا جدا. فعشان كده نحن بنجي نلقى البيس لاينز، السكوب بيس لاينز دي في كل حته، اللي هي دي واحده من اركان المشروع. البروجكت شارتر،
تمام. يعني هسه مثلا البروجكت تشارتر بتاعي انه والله انا ابني شقق تمام، انت في النهايه ما بنيت شقق، جدا لك حاجه ثانيه، معناه انت اصلا ما نفذت المشروع بتاعك ده من اساسه، فانت البروجكت تشارتر ده لازم يكون معك في كل حته تمام. بعد ذلك انت محتاج للريكويرمنت دوكيومنتيشن اللي هي الريكويرمنت اللي هي متطلبات المشروع، انت محتاج للوثيقه دي تمام، محتاج للريكويرمنت تريسابيلتي ماتريكس اللي انت قبل عملتها في اللي هي في السكيدول، انت محتاج للحاجه دي تجيبها هنا عشان تعرف انك انت متطلباتك المحتاج لها شنو. الريسورس ريكويرمنت، الريسك ريجستر مهم جدا جدا، لانه انت مرات لو 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 في مشتريات اتاخرت معناه انت حتدخلك في ريسك، عشان كده انت لازم تجيب الريسك ريجستر وتكون عارف انه والله يا اخي الطوب ده انا لو تاخر لي من يوم مثلا 3/7 انا حكون في مشكله كبيره جدا جدا تمام. بعد ذلك انت محتاج للانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز، انه قبل كده انك انت اشتريتوا مشتريات كيف العقودات شكلها منه، اتعاقدتوا مع منه. برضه في حاجه مهمه جدا جدا، في ناس بيجيبوا لك بيقول لك اسمع احنا ما دايرينك الاسعار اللي اديناك لها دي ما دايرينك توريها لاي زول ثاني لانك بتخرب لنا سوقنا تمام، احنا اديناك والله يا خالد اسعار ما ادينا لزول ثاني، فعليك الله وصل الكلام ده كيب ات سيكريت بتوين اس تمام. فهي دي برضه واحده الضعبين. نعم ديل اكبر كضابين هاي، بس المهم يعني انت بعدك بتقدر تعرفه انه كضابين والله انا يعني، لكن في النهايه ممكن لو قال لك كده انت ذاته تعرف والله تقول انه زول ده كضاب كده انا مش هشوف زول غيره يعني تمام. فبعد ذاك انت محتاج للستيك هولدرز ريجستر، مهم جدا جدا الناس المؤثرين في المشروع. طيب دي الانبوت بتاعتها، لو لاحظت انه الانبوتس بتاعت البلان بريكيورمنت تقريبا فيها كل شيء، يعني من الحاجه الوحيده اللي ما فيها الكوميونيكيشن، يعني لانك انت ما محتاج تكوميونيكيت ويز ذا ستيك هولدرز، بس محتاج انك انت تعرفهم منو عشان ترسل لهم. طيب تولز والتكنيكس بتاعتها ما فيها حاجه جديده بالنسبه لنا كويس، الحاجه الوحيده السورس سيلكشن اناليسيس دي حنتناقش عنها، حنناقشها بعد شويه. الميك ميك اور باي اناليسيس دي اللي هي انك انت شنو انت بتحدد والله يا اخي انا اشتري ولا اصنع، اشتري ولا اجر تمام، فهي دي القصد بتاع ميك اور باي اناليسيس. زي ما قلت لكم اضرب مثل بتاع انه والله يا اخي انا اشتري عربيه والله اجرها كويس، فهي دي الميك اب او ميك اور باي اناليسيس. طيب نجي للحته بتاعت الاوتبوت بتاعتها، انا عايز اطلع من الموضوع ده كله اطلع بشنو، اطلع بريكيورمنت مانجمنت بلان، استراتيجيه بتاعت مشتريات، اطلع بانه والله يا خلاص انا قررت انه والله يا اخي في حاجات اشتريها. طيب حاشتريها كيف؟ حقوم اعمل لي عطاءات، حعملها في عطاءات انزلها مثلا في الجرايد او في الطريقه اللي انا من اعمل بها العطاءات تمام. عندك حاجه اسمها البريكيورمنت ستيتمنت اوف وير اللي هي انك انت خلاص انا حددت والله انه حاشتري الحاجه الفلانيه من الحته الفلانيه، يعني زي ستيتمنت، لانه هنا كل البلان بريكيورمنت مانجمنت دي عباره عن دوكيمنت تمام. اتخذت القرار بتاع انه والله يا اخي السورس سيلكشن كريتيريا دي حاجه اتكلم عنها بعد شويه، الميك اور باي ميك اور باي ديسيجنز خلاص انا قررت انه بدل اشتري حاجر، اندبندنت كوست استيميتس اللي هي دي انت اي بتشتري مثلا دار تشتري طوب من عده جهات تمام، بتمشي بتعمل حاجه اسمها اندبندنت كوست استيميتس، والله يا اخي مثلا زود ده عنده الطوب والاسمنت والسيخ، لا انا ما حاشتري من الحاجات دي كلها، انا حاشوف انه والله منه اشتري الطوب ومن زول ثاني مثلا اشتري السيخ، لانه السيخ بتاع الزول الثاني ده احسن من ده والسعر، يعني انت بعد ذاك شنو بتحكمك الكواليتي وبيحكمك السكوب بتاعك تمام. عشان كده احنا قلنا الانبوت بتاعت البلان بريكيورمنت هنا اللي هي السكوب والكواليتي تمام، اللي هي الكواليتي مانجمنت بلان والسكوب بيس بلان. بعد ذاك change request مثلا، انت هنا لما عملت الاناليسيس بتاعتك اي حاجه حصل لك انه والله لقيت انه يا اخي لا انا معناها في قبل كده مشكله حصلت لنا، فيا اخي نحن بدل نشتري نحن هنأجر تمام، فخلاص انت هنا حتعمل change لو احتجتها، ممكن تحب تعمل change request، انا والله انتوا قبل اتفقتوا انه نحن ما دارين نأجر نشتري بس، لكن والله يا اخي يعني لما انا عملت الاناليسيس بتاعي ده انا محتاج انه أجر تمام. تعمل ابديت للليسون لاند ريجستر للمايلستون الريكويرمنتس دوكيومنتيشن الريكويرمنتس، يعني اي دوكيومنت استخدمته هنا انت هنا حتعمل له ابديت تمام يا شباب.
طيب نجي نشوف الكونتراكت تايب. عندنا زي ما قلت لكم يا جماعه 3 تايب اوف كونتراكت. يعني الناس اللي شكله الشبكه سخيفه جدا في السودان، الناس ما قدرت تخش. طيب عندنا يا جماعه كونتراكت اسمه فيكس برايس كونتراكت. ده شنو؟ طيب خلونا بس شويه كده ننتظر، بس لو في حاجه يا جماعه سؤال بس ننتظر دقيقه واحده، لانه الناس بيحاولوا يخشوا ما قادرين يخشوا معنا. ممكن لو في سؤال. شكلك ما عامل ريكوردينج، ما تكون دي ما بتمشي ال ما عامل. لا بنزله من بنزله بعدين من الفيسبوك. طيب تمام. طيب نشوف يا جماعة الكونتراكت. عندنا حاجة اسمها الفيكس برايس كونتراكت. الفيكس ده اللي هو شنو؟ السعر ثابت محدد للكونتراكت. مثلا والله يا أخي أنا اتفقت إنه أمشي أشتري السيخ بتاعي ده، والمشروع بتاعي ده ضخم جدا جدا كويس. فخلاص أنا مشيت اتفقت والله مع المصنع بتاع الحديدة وبتاع السيخ إنه والله يا أخي أنا هشتري منكم الكمية بتاعتي كلها كويس بسعر واحد تمام. طيب ده طبعا يا جماعه اكثر يعني ده من العقودات الشائعه جدا للناس اللي بيستعملها في المشاريع تمام. وده دائما الشركات لما انت تشتري بتحبز الحاجه دي انه والله يا اخي يكون فيكس برايس كونتراكت. لكن انت لو بتبيع ما حد ممكن ما ترضى، تقول لا انا العقد ده ممكن بعد شويه الدولار يزيد، ممكن الدولار ينقص، ممكن شنو تمام. ففيها يعني فيها اضرار يعني بالنسبه لك تمام. طيب بعد ذلك في دي الريسك بيكون من وين؟ دي الريسك هو الزول اللي بيشتري تمام. الزول اللي بيشتري ممكن يكون فيها ريسك بالنسبه له. يعني تخيل انك انت سيدي مثلا اشتريت حديد تمام، اشتريت الحديد بتاعك ده بسعر ثابت بسعر واتفقت مع الراجل انه والله يا اخي انا هشتري منك الكميه دي كلها بالسعر ده تمام. وانت البروجيكت بتاعك ده مدته 3 سنين تمام، فانه الزول ده كل فتره بيقوم يشحن لك كميه. بعد شويه فجاه الدولار نزل تمام، انت اشتريت منه عالي بسعر غالي، بعد ذاك الدولار نزل، بعد ذاك الحديد رخص تمام، فانت بيكون بتتضرر تمام. او العكس طبعا لو هو مثلا لو الدولار دائما مثلا في بلد زي السودان او معظم بلدان العالم مثلا العمله بتاعتها مربوطه بالدولار والدولار بيزيد، انت بعد ذلك بيكون متضرر منه، الزول اللي بيبيع لك بيكون متضرر تمام. فانت لازم تكون تعرف 200 تحدد الكونتراكت بتاعك. وبعد شويه في تيبل كده حيوريك انه الخطر 200 لما انت تبيع والخطر 200 لما تكون انت مشتري. طيب عندنا حاجه اسمها يا جماعه اللي هو الكوست ريمبيرسبل كونتراكت، اللي هو ده عقد السعر الثابت مع ضبط السعر الاقتصادي تمام. يعني مثلا انه والله يا اخي انا هشتري منك العقد ده، اشتري منك الحديد ده بالسعر كده، لكن كل مره انا هديك نسبه بتاعت 2% زياده تمام. كل ما انت مثلا جبت لي شحنت لي مثلا انا حديك مثلا كده تمام. فبرضه ده نوع من العقودات اللي بيستعمل، لكن ده طبعا ده دائما بيستعملوه للمشاريع الصغيره، يعني ما للمشاريع الكبيره. اللي هو كوست بلس في، انت بتدفع له السعر بتاعه الاصل، بعدها بتدفع له حاجه كده خدمات يعني تمام. او كوست بلس انسنتيف في، يعني كل ما انه يجيب لك تقول له والله كل ما جبت لي في الوقت المحدد انا بديك 2% او بديك 1% تمام، لكن لو اتاخرت علي انا ما حديك الحاجه دي تمام. فهي دي انت بتديه شنو؟ زي بتديه هديه يعني او حافز يعني. او برضه تقول له والله يا اخي شوف انا والله لو مثلا اشتريت منك الحاجات دي وانجزت الحاجه اللي انا عايزها انا حديك برضه كده يعني تمام. عندك تايم اند ماتيريالز كونتراكت، ده طبعا اريح واحد، يعني انت بس بتمشي تشتري وتدفع القروش بتاعتك وانتهينا يعني تمام. ده اللي هو ده بيكون شنو؟ ده ميكس بين الاثنين، يعني ميكس بين الفيكس برايس كونتراكت والكوست ريمبيرسبل كونتراكت. طيب
نجي نشوف يا جماعة عندنا نحن هنا نشوف 200 العقد اللي بيكون فيه ريسك للزول اللي بيبيع و200 بيكون فيه ريسك للزول اللي بيشتري. طيب عندنا هنا على اليسار ده اللي هو عندنا الفيكسد برايس والريمبرسبل تمام. هي ما رجع اخذ كده فجأة. طيب العقد بيكون يا جماعه دائما في حاله لما انت تشتري بس معلش النادي جاب لي شويه كده. طيب انت لما تكون بتبيع لما تكون تبيع احسن لك انك تشتغل بالفيكس برايس زي ما قلت لكم تمام. الفيكس برايس انت احسن لك انك انت الكونتراكت بتاعك كله لما تكون فيكس برايس يعني انت بتبيع بسعر واحد تمام. لكن انت في حاله تكون بتشتري كويس لما تبيع احسن لك سوري لما تبيع باير ريسك بيكون هاي 200 بيكون لما بيكون الكوست ريمبرسبل يعني انت لما تكون بتشتري احسن لك انك انت تكون فيكس برايس تمام. لكن لما تبيع احسن لك انك انت تكون شنو تستخدم الكوست ريمبرسبل لانك انت بتتحكم في انك انت والله يا اخي انا كل ما مثلا تشتري مني انا حديك هديه كل ما تشتري مني انا حديك جائزه كل ما تشتري مني انا حاقسم لك تمام. فانت ده بكون بالنسبه لك احسن لك مما انك واحد يجي يشتري منك بسعر محدد طول الفتره بتاعت الكونتراكت تمام. فهي ده الفرق بين انك انت بتين المفروض تكون تكون احسن لك العقد بتاعك يكون شنو. دي بتعتمد على شنو يا جماعه؟ بتعتمد على المشروع بتاعك. مرات انت في المشروع بتاعك بتستخدم العقدين دول مع بعض انه والله يا اخي انا مثلا عندي حاجات بشتريها وعندي حاجات ببيعها. لما انا اكون داير ابيع كويس انا بستخدم الكوست ريمبرسبل كونتراكت ولما انا عايز اشتري بشتري بالفيكست برايس كونتراكت تمام يا شباب. طيب نجي لحاجه اسمها السلكشن كريتيريا. السلكشن كريتيريا دي بتاعت شنو؟ طيب السلكشن كريتيريا دي انت بتين تختار العقد المناسب ومتين انت تختار السبلاي او الزول اللي حتشتري منه المناسب او الزول المشتري منك المناسب. اول حاجه انت لازم تفهم ان الحوجه بتاعتك تمام. ودي حاجه يا جماعه دي جنرال سبيكينج يعني انت سيدي لو عايز تشتري عربيه بتكون والله يا اخي انت العربيه دي عايز تشتريها لشنو كويس. مثلا زي دكتور وهب الله ده كده بيقول يا اخي انا داير عربيه تكون صغير عشان امشي المستشفى واجي كده وانا يعني. زول ثاني بيقول لا والله يا اخي انا العربيه بتاعتي مثلا انا داير اشغلها ديليفري او تاكسي وكده انا محتاج لي العربيه كبيره وعربيه جديده. ويجيك واحد ثاني يقول لك لا انا والله العربيه دي محتاجه بس كده يعني يكون انه عندي عربيه بورش حاجه زي دي يعني تمام. فانت من البدايه لازم تحدد انك انت محتاج تشتري شنو ومحتاج على حسب الكواليتي بتاعتك وعلى حسب المشروع بتاعك انت ده تشتري الكميه شنو تمام. بعد ذاك انت حتشتري يعني الحاجه اللي انت حتشتريها مره واحده ولا حتشتريها بحسب المشروع بتاعك تمام. يعني مثلا في زي ما احنا ضربنا المثل بتاع انه والله يا اخي مثلا لما تمشي تشتري حاجه يقوم يدوك 15% 15% ديسكاونت دي قلنا اوبورتيونيتي تمام. طيب انت هل انك انت حتيجي تستخدمها السعر دي ولا ما حتستخدمها تمام. بعد ذاك التكنيكال كابابيلتي انك انت الحاجه اللي عايز تشتريها دي هل هي كابابل للمشروع بتاعك. هل هي كابابل للريكويرمنتس بتاعتك مثلا داير اعمل المطبخ مثلا المشروع بتاع المطبخ. طيب الخشب اللي انا عايز اشتريه والابواب اللي انا حاشتريها والمواسير اللي انا حاشتريها للمطبخ ده هل هي متناسقه مع المطبخ ومع التكنيكال ريكويرمنتس بتاعت العماره كلها وبتاعت البلد كلها تمام. فطبعا لانه اي بلد مرات في الحته بتاعت التكنيكال كابابيلتي دي بتختلف من الثانيه مثلا في الحته بتاعت الكهرباء المتريكس الحاجات دي تمام. طيب انا مرات بشتري الحاجه هل اللي عندها ضمان ولا ما عندها ضمان تمام. يعني مثلا انا المكنات اللي حاشتريها دي او الحاجره هل انه الضمان فيها ضمان انه والله يا اخي لو اي حاجه فيها باظت الناس اللي اشتريت من ده حاجه يشغلوها يصلحوها الضمان 200 مدته كم تمام. فهي دي انت على ضوء بتختار انك انت الحاجه اللي عايز
تشتريها. بعد ذلك برضو الفاينانشال كابيسيتي، تمام؟ الفاينانشال كابيسيتي مهمة جدا جدا، إنه والله يا أخي أنا مثلا داير إنه أشوف إنه بشتري ولا بأجر. طيب أنا قد حسبت القروش بتاعتي وكده، قلت والله يا أخي أنا لو اشتريت بتضرر، أحسن أأجر أو العكس. البيزنس سايز أند تايب دي مهمة جدا جدا، إنه يا أخي والله المشروع بتاعك ده كبير صغير، مدته كم؟ طيب على ضوء إنك أنت بتغرر البريكيورمنت وبتغرر المشتريات بتاعتك. مهمة جدا يا جماعة الباست بيرفورمانس اوف سيلرز، يعني انت قبل كده المشروع بتاعك ده اكيد الشركة بتاعتك دي نفذت مشاريع او اشترت حاجات يعني. طيب انك انت بكون عندك ريكوردز بتاع الناس اللي انت بتشتري منهم، يعني الحاجة ده اللي احنا بنعمله في لنا، والله يا اخي الجزارة بتاعت فلان ده كويسة، والله الجزارة بتاعت فلان ده ما كويسة لانه لحم بتاع كده يعني. فانت لازم يكون عندك ريكوردز بتاع الناس اللي انت بتشتري منهم زمان، تمام؟ عشان تقدر في الناس الكويسين بتمشي طوالي تمشي لهم بقلب قوي، الناس اللي عندك معاهم باد اكسبيرينس ما حتمشي لهم، تمام؟ ريفرنسز، والله يجيك مثلا دكتور وهب الله يقول لك والله يا اخي انا مثلا اشتريت الاسمنتي من الحته الفلانيه، او والله يا اخي يجيك واحد يقول لك الحديد بتاع ابنوت كويس اشتري منه، فده الريفرنس ده انت برضك محتاج له لما تيجي تختار الحاجه اللي انت بتشتريها. لكن انت بتعتمد ريفرنس ما عليه كلام ساكت يعني، لانه مرات في ناس منظرين جدا، ممكن والله شفت يدوك معلومه كده انت لما يعني تتكيف تمشي تشتري تلقى الموضوع كله فيك. فمهمه جدا انك انت يعني تاخذ ريفرنس، لكن تاخذه من 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 زول موثوق يعني. بعد ذاك الانتليكال بروبرتي رايتس، يعني انت اللي هي حقوق الملكيه، دائما انت في حاجات لما تشتريها فاسي مثلا احنا بنعمل لنا في صفحه بتاعه تويتر لشركه، تمام؟ فنحن عشان نطلع من الحته بتاعه الملكيه الفكريه دي مشينا اتعاقدنا مع كم مجله عالميه على سن احنا والله لو نزلنا منهم حاجه او كده ما يجون يقولوا لنا يا اخي انتم الحاجه دي سرقتوها او الحاجه دي اخذتوها الليجل، تمام؟ فهي دي مهمه جدا جدا في المشروع بتاعك، انك انت لما تمشي تستخدم حاجه ماركه تجاريه او تستخدم شغل بتاع زول ثاني، انت لازم حقوق الملكيه دي تكون جايب خبرها ومدينك البيرميشن يعني، تمام؟ بعد ذلك برضو دي نفس الشيء يعني اللي هي الحقوق الملكيه والحقوق الفكريه دي مع بعض، تمام؟ فانت لازم تكون جايب خبر يعني. في سؤال يا شباب لحد الان؟ تفضل يا خالد. طيب عفوا يا دكتور، بالنسبه للكرايتيريا وبالنسبه للكونتراكت تايب، هل دراسه حركه السوق ما بتدخل كعامل فيهم؟ طبعا بتدخل فيهم، نحن جايين على حركه السوق. يس اوكي طيب، اللي هي دي في الـ في الـ في الريسيرش، لو انت مثلا في خليه في الجايه في البروسيس الجايه يا خالد. اوكي تمام اوكي، البريكيورمنت استراتيجي ايوه جايه في الجايه ان شاء الله. اوكي شكرا، الله يديك العافيه. في سؤال ثاني يا شباب؟ سؤال؟ شايف في نفرين رافعين يدهم؟ ايوه ال بريفرنس دي شنو؟ يعني علاقتها شنو بال بيركورمنت؟ بريكورمنت ما سنتي مثلا صاحبتك مشت اشتريت ليها حاجات مثلا من السوبر ماركت، جات قالت لك والله ناس مثلا وول مارت زيد عندهم مثلا الزيت بتاعه رهيب جدا جدا. تمام؟ ده ريفرنس. انت لو اصلا بتصغي فيها وبتصغي في امكانياتها طوال انت بمغمضه تدور عربيتك تمشي وول مارت. الوول مارت الفيتامينات تمام كويس. ده الريفرنس ايوه. تمام. اصبر. يا دكتور بس النقطة بتاعت حقوق الملكية دي ما واضحة. حقوق الملكية انك انت مثلا شنو؟ انك انت في المشروع بتاعك ده عايز تستخدم مثلا ده تستخدم سوفت وير، تمام؟ السوفت وير ده هل انت اشتريته شراء ولا انت مشيت عملت له كراك ونزلته وجيت اشتغلت بيه؟ لانك انت مثلا لو دار تشتري مثلا لو دار تشتري اوفيس 365 عشان انت تشتغل بيه لازم يعني اسي مثلا الاوفيس اللي انا شغال به وده الاكسل الجميل اللي عجب دكتور وهب الله ده وكده يعني، لو في زول جا قال لي يا اخي اسمع جوني ناس مايكروسوفت قال لي يا اخي اسمع انت البتاع ده
او زول اشتكاني مش قال يا جماعه الزول ده شغال بالبتاع دي كويس، انا عندي بقول لهم هنا انا اشتريت اهو، ده عندي اللايسنس بتاعي وكل شيء. وضحت تمام. فانت في المشروع بتاعك دائما الحاجات اللي بتدخلك في حتات قانونيه ودي كده تجنبها، لانه ممكن في زول كلها بتلف بس عشان الحاجه دي بس. صحيح تمام. سؤال يا شباب. يا دكتور. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بس انا عاوز تركز لي المعلومه بتاعت الفيكس كوست دي بالنسبه للبائع والمشتري، معلش لو قدرت يعني جداً. تركز كده جدا لانه قبل شويه ضاعت مننا كده. طيب انا بس اديك لها خلينا بس نفكر فيها بنهايه بسيط كده. طيب انت للمشروع بتاعك عايز تشتري، تمام؟ انت اللي هي في الحته دي باير ده عايز تشتري اصلا للمشروع بتاعك، تمام؟ انت بتفضل انه والله يا اخي المشروع بتاعك ده انه انا الاسمنت ده مش هتفق مع ناس الاسمنت انه المشروع بتاعك ده 3 سنة. دائما الحاجه دي في المشاريع الكبيره اللي هي الفيكس برايس والكوست ريمبرسبل، دي في المشاريع الكبيره ما المشاريع الصغيره. المشاريع الصغيره دي انت دائما من التايم ماتيريالز بتمشي تشتري تدفع تشيل قروشك وتمشي لان حاجاتك ما كثيره. لكن احنا لما نتكلم عن الفيكس برايس والكوست ريمبرسبل بنتكلم عن المشاريع الكبيره. طيب انت عايز تشتري اسمنت، انت الاسمنت اللي عايز تشتريه ده لثلاثة سنة، انت شفت حتشتري اسمنت، انت احسن لك تشتري والله يا اخي تمشي تتفق بسعر واحد مع الناس دي وانتهينا، والله انت حتقوم تقول لهم يا جماعه شوفوا انا حاشتري منكم كل ما انتوا تجيبوا لي دفعه انا حديكم قروشكم المتفق عليها كويس وحديكم عليها هديه زياده. في الحاله دي افضل اشتري فيكس كوست من البدايه عشان فتح الله حسابات البيزنس. لما بقول لك لما انت ارتاح منها بالضبط كده، لما انت تشتري انت احسن لك تكون بالفيكس برايس، تمام؟ خد محلك انت التاجر انت عملت مشروع والمشروع بتاعك ده تبيع اسمنت، حلو تمام. انت احسن لك انك انت والله تبيع الاسمنت بتاعك ده بفيكس برايس، والله انه والله لا الاسمنت بتاعي ده انا خدت عليه سعر لكن كل ما السوق يتغير انا بقوم باخذ عليه نسبه زياده. احسن لي يكون متغير مع السوق عشان اقلل الريسك عليه. فتح الله عليك، انت كده وقعت لك تماما. تمام بس دي ركز بس. تمام شكرا. في سؤال يا شباب؟ طيب نجي اللي هي دي العطاءات البروكيورمنت بيت. ما يعني بس في حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، انت زي ما قلت لكم انت كمدير مشروعات. ايوه يا عامر. لا ما في حاجه خلاص يا ريس. اوكي. اوكي. دي اليد القديمه. دي اليد القديمه. طيب نحن نجي للحته بتاعت البروكيورمنت بيت دوكمنت اللي هي دي شنو يا جماعه؟ دي اللي هي العطاءات. انت لما تنزل يعني عايز تشتري حاجه كويسه المشروع بتاعك ده كبير جدا جدا عايز تشتري اي ماتيريالز، بتقوم مثلا خلاص انت عايز تشتري او عايز تاجر بتقوم بتعملها في عطاء، تمام؟ طيب في العطاء ده يا جماعه عندنا حاجه اسمها الحاجه الاولى المهمه، عندنا حاجه اسمها ريكويست فور بروبوزل اللي هي دي ريكويست فور بروبوزل دي اللي هي طلب تقديم عرض انه والله يا جماعه يا اخي انا عايز اشتري مثلا سيخ، انا عايز ابني مستشفى، تمام؟ فانا الشركات كلها بتاعت اول مصانع الحديد دي كلها بيقوموا شنو؟ انت بترتب لهم ما اقدم العروض بتاعتكم، تمام؟ فدي نحن بنسميها شنو؟ بنسميها ريكويست فور بروبوزر. طيب عندنا الحاجه الثانيه اسمها انفيتيشن فور بيد. والله يا اخي انا داير منكم تقدموا النائب بتاعكم ده، قدموا يعني انا ارسل لك اقول لك يا اخي تعال قدم للعطاء كده يعني، تمام؟ والحاجه الثالثه هي ريكويست فور كوتيشن انه والله يا اخي انا اقوم اقول لك خلاص يعني داير من الطلب سعر، تمام؟ عشان انا احدد خلاص انا والله يا اخي اتفقت انه والله يا اخي مع الداير منكم انتوا احنا حاشتري منكم مثلا 200 طن سيخ وانتوا احنا حاشتري منكم كده يعني، فانا داير انكم تدوني اللي هي ممكن تقول عليها فاتوره مبدئيه كويس. هل انه مثلا انه انا حتبيعوا لي مثلا انا لو اشتريت منكم مثلا كل شهر كميه، هل حتفرق لو اشتريت الكميه كلها مع بعض؟ فبعدك طبعا دي هي حته بتاعت شنو بيع وشراء واي واحد بيلعب لصالح ورقه يعني. لكن بس دي انت عشان الحاجات اللي انت تعرفها انه والله يا اخي احنا عندنا
وثائق بتاعت العطاءات اللي هي الاولى اللي هي الريكوست فور بروبوزل. انت بتين تكون انت داير بس تقدم داير طلب تقديم عرض تمام، و200 عايز طلب بتاع بيد انفيتيشن فور بيد يعني انك انت تجي عشان تقدم تقدم للعطاء تمام. والاخيره اللي هي انه والله يا اخي داير فواتير داير فواتير مبدئيه تمام. بعدك انت بتشيلهم بتحللهم بتشوف والله الاحسن منه وبتمشي بتقرر معه انه خلاص تيك الديسيجن انك تشتري منه او ما تشتري منه تمام. فهي دي انت بالنسبه لك زي ما قلت لك انا برجع ثاني بقول لك انك انت كبروجكت مانجر ده ما شغلك، لكن انت بس تكون عارف انه والله يا اخي الشركه دي انت اشتريت منها كده والشركه دي اشتريت منها كده. يعني انت بس لانك بتكون في اللجنه بتاعت البي ام او او اللجنه بتاعت الكنترول بورد التشينج كنترول بورد يمكن تكون فيها، فانت لازم المعلومات دي تكون عارفها يعني تمام. لانه بعدين بيجي في شنو في الحته بتاعت انه والله يا اخي لو في شروط جزائيه لو اي واحده من الشركات اللي انت بتشتري منها خالفت العقد انت المفروض في شرط جزائي، فبرضه انك انت المفروض الحي يكون عارفه لانك انت دي بتدخلها في الـ في الـ في التشينج ريكويست بتاعك. انك مثلا والله يا اخي في اليوم الفلاني في واحد من السبلاي ديل ما جاب لك الماتيريالز، فانت في الحاله دي حتعمل شنو؟ انت حتمشي تعمل تشينج ريكويست لانه ده حياخرك. طيب انت التشينج ريكويست ده ما نحن تكلمنا قلنا والله تشينج ريكويست ده انت حياخرك زمن، حيكلفك قروش، حيكلفك انه السكوب بتاعك يحصل فيها غد يحصل فيها تغيير. فانت لازم تكون عشان تكون عارف انه والله يا اخي نحن الزول ده اتفقنا معاه وده العقد بتاعنا معاه كده وده كده فيتاخر، عشان انت الموضوع ما يجي في راسك انت كمدير المشروع تمام. طيب دي اللي هي بتعمل لك شنو، دي الدوكيومنتس كلها اللي انت محتاج لها للبريكيورمنت. دي مقارنه بيناتها في البريكيورمنت مانجمنت بلان هاو بريكيورمنت ورك ويل بي كوردينيتد كويس، تايم تيبل فور ذا كي بريكيورمنت اكتيفيتيز. انت بتحدد في البلان بتاعتك انه والله يا اخي الاسمنت ده حيجينا يوم كده، حنشتري يوم كده، السيخ حيجينا كده تمام. الريسبونسبيلتي اوف اول ستيك هولدرز دي حتى ممكن الناس اللي انت بتشتري منه ممكن يكون ستيك هولدرز في المشاريع الكبيره تمام. بعد ذاك الليجل كويس، وانك انت الكرنسي انت حتدفع له بشنو، بالدولار ولا بالجنيه السوداني تمام. الريسك مانجمنت ايشو كويس، دي كلها بتكون شنو دي في البريكيورمنت مانجمنت بلان. عندك في حاجه اسمها البريكيورمنت استراتيجي اللي هي انه الحاجات دي حتجيبها لك كيف، مثلا ديليفري ميثودز، هل انك انت الماتيريال زي حتمشي تجيبها انت براك تنقلها براك ولا هم ينقلوها لك، والله انت متعاقد مع شركه بتاعت نقل هي اللي بتجيبها لك تمام. التايب اوف اجريمنتس الكونتراكت شكله كيف كويس، انت اخترت الاول ولا الثاني. والبريكيورمنت بيسس انه الحاجات دي حتجيك في على دفعات، يعني مثلا الشهر الاول حتجيك كده الشهر الثاني كده تمام. دي بتكون وين، دي كلها تكون في البريكيورمنت استراتيجي. الستيتمنت اوف ورك اللي هي دي الديسكريبشن اوف ذا بريكيورمنت ايتم، انت حتشتري شنو، المواصفات بتاعتها، السبيسيفيكيشن، هل ان عايز كواليتي تشيك ولا ما عايز كواليتي تشيك اللي انت حتشتريها. مثلا زي لو اشتريت مثلا عربات، هل العربات دي عامل لها الفحص الدوري ولا ما عامل لها تمام، والله نحن حنسوقها لناس عامر يظبطها لنا تمام. فانت دي شنو، دي في الستيتمنت اوف ورك. عندك الدوكيمنت البيد دوكيمنتس اللي هي العطاءات دي اللي هي ريكويست فور انفورميشن، طلب معلومات عن الحاجه اللي انت داير تشتريها، ريكويست فور كوت او كوتيشن اللي هي دي يعني فاتوره مبدئيه، وريكويست فور بروبوزر تمام. فالثلاثه دوكيمنت دي يا جماعه الاول اربعه دي مهمات جدا انت تعرف تفرق بيناتهم، لانه دي بتجي في الاسئله بتاعت الامتحان انه 200 مثلا بروجكت مانجر لو داير يتكلم مثلا حصل في مشكله بتاعت التايبس اوف اجريمنت المفروض يرجع لشنو؟ يرجع والله للبريكيورمنت استراتيجي. طيب لو والله يا اخي حصل انه واحد من الستيك هولدرز ريسبونسبيلتي هو ما 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 عمله يعني او ما تيك الريسبونسبيلتي بتاعته، انت حتمشي تفتش في شنو؟ حتمشي والله للبريكيورمنت مانجمنت بلان تمام؟ فالجدول ده بليز يعني ياخذوا فيه زمن كده افهموه كويس، لانه ده بيجي فيه زي على الاقل ثلاث اسئله لخمس اسئله في الامتحان تمام.
طيب نمشي. طيب خلاص عملنا البلان بتاعتنا، بنجي للكوندكت بريكيورمنت. الكوندكت بريكيورمنت اللي هي انك انت كيف تبدا تشتري الحاجات بتاعتك، تمام؟ اللي هي obtaining seller responses، الحصول على العروض بتاعت البائع. مثلا الناس دي خلاص رسلوا لك العروض بتاعتهم وكده، تمام؟ انت برضو selecting a seller، خلاص ان في دي المرحله اللي انت والله يا اخي انا بقيت على انه هشتري الاسمنت بتاعي كله من 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 مصنع الاسمنت، من المصنع مباشره، تمام؟ عندك العقودات، كويس؟ انه خلاص العقودات انه العقد ده انا خلاص همشي اعمل العقد معه، تمام؟ اللي هي دي باختصار مع الكوندكت بريكيورمنت، دي مرحله بتاع التنفيذ، وهي دي اصلا في الـ في الـ في الاكسكيوتنج بروسيس. بعد ذاك انت بتختار المهمه بتاعتها شنو، اول فائده بتاعت البروسيس دي شنو، انك انت بتختار البائع المؤهل واللي هو بيلتزم لك انه يسلمك الحاجات في 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 وقتها اللي انتم متفقين عليه، تمام؟ عشان ما يحصل اي تاخير للمشروع بتاعك. وبرضو النتيجه بتاعتها انك انت والله تتفق اتفقت اتفاق سليم مع البائع الفلاني، والبائع ده التزم بالحاجات بتاعته كلها وجاب لك في الوقت اللي انت محتاجها، تمام؟ فهي دي الفائده بتاعت البروسيس بتاعت الكوندكت بريكيورمنت. نجي نشوف الانبوت والاوتبوت والتولز والتكنيكس بتاعتها، تمام؟ الانبوت بتاعتها تقريبا نفس الانبوت بتاعت البلان، كويس؟ ما فيها تقريبا، الحاجه الوحيده اللي فيها هنا الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، لانك انت محتاج تكوميونيكيت مع الستيك هولدرز. الاوتبوت بتاعتها انك انت بتختار، خلاص اخترت السيلرز، الناس اللي بيشتروا او الناس اللي انت يعني سوري الناس اللي انت حتشتري منهم يعني، تمام؟ العقودات خلاص انت وقعتها وجاهزه، تمام؟ تشينج ريكويست، لو حصل اي تاخير في اي حاجه كويس انت لازم تعمل تشينج ريكويست، لانه دي هنا حته بتاع التنفيذ يعني. تعمل ابديت لكل الدوكيمنت اللي انت اخترتها، تمام؟ او البروجكت دوكيمنت. ليسون لين مهمه جدا جدا، انك انت مثلا واحد من البروسيس دي، لانها يا جماعه بتكون طوالي مع المشروع يعني، شغال من بدايه المشروع لنهايته، مما انت بديت التنفيذ او ممكن من البلاننج انت بديت تشتري، ممكن تشتري ذاته اصلا حاجات عشان تعمل بال بلاننج، اشتريت سوفت وير، اشتريت كمبيوترز، اشتريت يعني مثلا مشيت تشتري اجرته مكتب عشان تقعدوا فيه للبلاننج، يعني كلها ممكن البركومنت ده ممكن يبدا معك من البدايه، تمام؟ بعد ذاك الريسك ريجستر، لو حصل اي ريسك يعني اي مثلا سبلاير ما جاب لك الحاجات في الوقت المناسب، لازم ده بالنسبه لك انت ريسك، فطوالي لازم تعمل له تكتبه في الـ في الـ في اللوج بتاع الريسك، تمام؟ في سؤال يا جماعه في النادي؟ لان احنا قربنا نخلص، ما فضل لنا حاجه كثيره. طيب خلاص انت انتهيت من عملت البلان بتاعتك وبدات تشتري الحاجات بتاعتك. طيب عندك مرحله مهمه جدا اللي هي المرحله بتاعت انك انت كنترول البريكيورمنت بتاعتك، تمام؟ فهي دي دايما الكونتاكت بريكيورمنت بيكون وين يا جماعه؟ بيكون في سوري مش الكونتاكت بريكيورمنت، الكنترول بريكيورمنت اللي هو ده في المونيتورنج اند كنترولنج، اللي هي دي شنو؟ اول حاجه مانجنج بريكيورمنت ريليشن شيب، انت العلاقات بتاعت المشتريات بتكون عامل لها مانجنج، تمام؟ الحاجات اللي وصلتك، الحاجات اللي لسه ما وصلتك، المفروض توصلك 200، المفروض يجيب لك شنو، يعني انت لازم تكون في حته بتاعت مانجنج. مونيتورنج كونتراكت بيرفورمانس، انك انت بتكون دائما مراقب العقودات دي، الناس اللي التزموا بها، الناس اللي ما التزموا بها، ده شغلك انت، تمام؟ انت ما بتوقعها لكن انت شغلك انك انت تراقبها. ال making change correction as appropriate، لو حصلت اي مشكله اي حاجه انت لازم سريع تحاول تتلافاها، لانك لو ما تلافيتها بعدك بتدخلك في التشينج ريكويست، تمام؟ برضه في الحته دي انت خلاص مثلا عندك اشتريت الحاجات بتاعتك والعقد تمام، فبعدين انت بتقفل العقد، تمام؟ او تنهي العقد مع الـ مع الـ مع الـ البائع، او مرات انت بتضطر انك انت تلغي العقد لانه مثلا حصل انه في حاجات غلط،
تمام في العقد ذاته من البدايه ما 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 فيه مشكله، فانت بتجي هنا في الحته دي بتعمل له بتلغي العقد، لانه زي ما قلت لك انت العقد انت ما اللي بتوقعه، الجهه القانونيه في الشركه مثلا هي اللي وقعته، لكن انت لما جاء المرحله بتاعت التنفيذ حصلت اشكاليات فانت مضطر انك انت تلغي العقد. اول مشروع برضو لو اتقفل، اول مشروع مثلا لو خلاص انتهى، فانت لازم تعمل كلوز للكونتراكت الواحد. الحته بتاعت انك انت تعمل وبعد ذاك انشور بوث ذا سيلر اند بايا بيرفورمانس ميت ذا بروجكت ريكويرمنتس. انت في النهايه، انت في النهايه المشتريات دي والحاجات دي كلها عايزه شنو؟ عايزين والله يا اخي عشان المشروع بتاعك ده يحقق المتطلبات بتاعته، فانت برضه هنا لازم الحته دي تكون تعمل لها مونيتورنج. والبروسيس دي يا جماعه زي ما قلت لكم برضه دي من يعني متوسط طوالي في المشروع، يعني ما بتقف في لحظه معينه، ما زي مثلا نحن لما جينا عملنا الاسكادل بلاننج عملنا له بلان وخلاص انتهينا، لا، او الاسكوب عملنا له بلان وانتهينا، هنا لا، هنا لانه دي حته بتاعت مشتريات، يعني انت بتشتري وعشان تنفذ المشروع بتاعك. تمام، تفضل يا ادم. بس على الحته بتاع المانج بتاع الريكويرمنتس ريليشنز شيب ده اللي هي دي اللي هي شنو؟ انت جيت بتدير العلاقات بتاعت العلاقه بتاعت الشيره كلها او البروسيس بتاعت الشيره كلها. تمام، انك انت مثلا والله يا اخي بتكون هتشتري مثلا اشتريت الاسمنتي مثلا، تمام؟ طيب هل الاسمنتي ده زي جابوا لك زي ما انت متفق معاهم؟ هل الكمية نفسها، الكواليتي نفسها، القروش دفعت للراجل، تمام، يعني الزول اللي جاب لكم الاسمنتي دفعت له القروش بتاعته تمام كلها، يعني دي كلها شنو؟ دي اللي انت العلاقات بين البايع وبين بينك انت وبين الشركه مثلا بترحل الناس اللي بيستلموا الحاجه دي كويس. فانت دائما دي قلنا يا جماعه بتكون في المشاريع الكبيره، يعني فتخيل انك انت شغال في مشروع مثلا مشروع بتاع كوبري او مشروع بتاع شارع، ففي حاجات كثيره جدا بتشتريها يوميا، يعني بيكون في حاجه بتاعت شراء، فانت لازم تكون عامل كنترول للحاجات دي كلها يعني. شكرا. طيب نجي نشوف الكنترول بريكيورمنت، نشوف الانبوت والاوتبوت والتولز والتكنيكس بتاعتها. ما فيها حاجه جديده بالنسبه لنا، تمام؟ الانبوت بس هنا لو لاحظت يا جماعه في الـ في الـ في الانبوت بتاعتها عندنا الوير البريكيورمنت دوكيومنتيشن ابروف تشينج ريكويست، دي بالنسبه لنا ما فيها مشكله، لكن في الوير بيرفورمانس، ايوه الوير بيرفورمانس داتا، انت محتاج الوير بيرفورمانس داتا هنا عشان تكون عارف انه مثلا الكميات جاتك كم، انه والله يا اخي انا مثلا جاني 50 طن اسمنت وجاني مثلا 30 طن سيخ، تمام؟ دي كلها انت الداتا دي محتاجها هنا عشان بعدين تعمل لها شنو؟ عشان بعدين تعمل لها ريفيو، انه والله يا اخي فعلا الحاجات دي فعلا جات زي ما هي نحن طلبناها واستعملناها في حتتها السليمه. لانك انت عندك هنا حته بتاع عندك هنا انسبكشن للحاجات الماتيريالز، المشروع بتاعك ده لو كان بيبني بيصنع حاجه يعني حاجه فيزيكال كويس، انت بتحتاج تعمل انسبكشن، فالانسبكشن هنا مربوط مع الداتا اللي انت اخذتها من الديليفرابلز كويس، الداتا بتاعتها فبتيجي تعمل لها انسبكشن. اوديت لو المشروع بتاعك كان سيرفيس يعني بتاع خدمات، يعني خالد او دكتور وهب الله عملوا لهم مشروع خدمي وكده، فنحن بنحتاج للورك بيرفورمانس داتا عشان نجي نعمل لها اوديت، تمام؟ الاوتبوت بتاعتها يا جماعه لانه خلاص دي المرحله بتاعت الكنترول كويس وفيها مونيتورنج اند كنترولنج، عندك في مشتريات كثيره خلاص انت بتكفيلها لانك بعد المشروع ماشي للنهايه يعني ماشي للتسليم، فانت مهم جدا انك البريكيورمنت ما تخلي عقد معلق، فالعقودات لازم تتقفل بصوره سليمه، يعني حتى العقد لو اتلغى لازم تكون انت عارف انه العقد ده اتلغى ليه والاسباب بتاعته شنو، ولو العقد ده خلاص فولفيل الريكويرمنتس بتاعته انت بتعمل له وبتكفله بصوره عاديه يعني.
بعد ذاك انت هنا 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 لانه عندك ورك بيرفورمانس داتا وعملت لها بروسيست هنا، يعني مثلا الداتا جاتك دي كلها في طلعت فعلا انه والله يا اخي انا جاتني الكميه بتاعت الاسمنت، جاتني 30 طن اسمنت، 30 طن سيخ مثلا. المهم بعد ذاك انت جيت عملت لها انسبكشن، لازم تطلعها في انفورميشن، يعني لانه خلاص الداتا دي عملت لها بروسيس لازم تطلعها في انفورميشن. الاسمنت دي انت استعملته وين، وهل استعملت الكميه كلها، هل الكميه كانت يعني بنفس الكواليتي لما انت عملت لها انسبكشن، هل هي دي الكواليتي ذاتها بتاعت الاسمنت اللي انت عايزها، الشغل اللي انت اشتغلت به الاسمنت دي ذاته لما جيت عملت له انسبكشن هل هو نفس البلان اللي انت عملتها كويس وفق الكواليتي بلانس وكانت او السكوب بلان. تمام، لان دي هنا في مرحله بتاعت خلاص انت بتعمل في بتقفل في الـ في الـ في المرحله دي. تمام، بعدها بتعمل ابديت للريسك مانجمنت بلان لو في اي ريسك. تمام، ظهر لك هنا فانت لازم تعمل له، لو كان ريسك مثلا حاجه انت بتقدر تعالجه ما باثر على البيس لاين على البيس لاينز بتاعت المشروع ما في مشكله، لكن انت لازم برضه يعني تكون مسجله، انت عملت له مانجمنت كيف فانت لازم تسجله. طيب عندنا ليسون لين ريجستر. شوفوا يا شباب لما يجيك الليسون لين في الانبوت، تمام، انت معناها محتاج للليسون لين دي عشان للبروسيس نفسها، يعني لازم عندي هنا البروسيس بتاعت الكنترول بريكيورمنت. لما يكون الليسون لين ريجستر انبوت معناها انه انا محتاج للليسون لين دي عشان يعني عشان تساعدني في البروسيس دي. تمام، طيب انا هنا الابديت محتاج لها لشنو؟ سؤال لكم يا شباب. تفضل يا خالد. باعتبار انه ظهر عندك اي مشكله عشان تتفاداها مستقبلا لازم تعمل ابديت للليسن، اذا كان مشكله طيب مستقبلا بس شفتها مستقبلا دي الكيوير. اي ابديت يا جماعه انت عملته هنا طلع لك يعني اوتبوت لقيت انه والله يا اخي انت ابديت او عملت ابديت للليسن لاند ريجستر، معناه انت ما محتاج له للمشروع بتاعك ده، انت محتاج له للمشاريع المستقبليه. تمام، اللي انت محتاج له لمستقبلك سوري للكرنت بروجكت اللي هي هنا في الانبوت، اي ليسور لين في الانبوت انت دي معناها محتاج لها للبروجكت بتاعك الشغال فيه وسي حاليا. لكن لما تكون اوتبوت ما خلاص انت المرحله انتهت والبروسيس انتهت، معناه انا ما محتاج له الان، محتاج له للمستقبل زي ما قال خالد. تمام يا شباب، شكرا جزيلا وانتهينا كده. فبكره ان شاء الله اخر محاضره في الـ في الـ بالنسبه للمحاضرات يعني. بعد ذلك بنقوم بنقسم الشغل زي ما اتفقنا، بنقسم الشغل ان شاء الله على مجموعات، واي مجموعه تجيب لنا بروبوزل بتاع مشروع وتشتغل فيه، هنطبق فيها كل الحاجه اللي احنا قريناها دي ونطلع لنا ان شاء الله مشروع وممكن نمشي نبيعه ذاته يعني. طيب في حاجة، في حاجة مهمة. تفضل يا دكتور. بالنسبة للبروبوزل نحن في فورمز جاهزة نحن بنشتغل عليها ولا نحن we have to do everything؟ بالنسبة لشنو البروبوزل بتاع المشروع؟ اي لا لا انت تعمل اي شيء، انت ما في تمبلتس، لو عايز ندى مليان تمبلتس لكن ايوه ما نحن دايرين نعرف التمبلتس ذات البس. لا لا في 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 تمبلتس، انت عارف انا قبل كم يوم لقيت لكم ان شاء الله، لكن دي ما حق ما حق ما حق ما حديك له فود انستريشن بعد ما ننتهي من لقيت ده بهم اروى لو موجوده اللي هو لقيت مونتي كارلو السوفت وير بتاع مونتي كارلو. ايوه بسيط جدا جدا، بتقوم بتنزله مع الاكسل. تمام فبيبدا بيعمل لك شنو، بيشتغل لك الشغل بتاع الاناليسيس ده كله، انت بس بتدخل له الداتا بتاعتك. يا زول ده كلام سمح كده، هسه نحن بكره ان شاء الله كده افضلينا ساعه كده خلينا نحسم موضوع الاوفيس ده. جد انت لسه ما حسمت بالله؟ انا ما حسمت ال 605. قلنا لك بديناك رقم الحساب لكن انت ما فهمت. اديتني رقم الحساب يا انا رقم الحساب بتاع الهناي ما رسلته برضه بالمناسبه، ما عندي مانع والله، مش فوريفر مره واحده بس. ايوه ندفع كل سنه. لا
لا لا لا فوري، اسمع انا بديك نايت انزله، بديك واحد، بديك اكونت بتاعتنا نزله. خلاص هي هي كلنا في الصف نحن. خلاص ادي له ودكتور وهب الله يدي لنا. لكن اسمع دكتور وهب الله داير في استشاره طبيه بعد شويه فبخلص حقي. بسموها شنو؟ خذ وهات ولا شنو؟ الشيء بس شو عند الله بروح شيء. بس ان شاء الله. انا ما انت عارف يومتها عملت تاني، عملت ديليت لذاك ونزلت ال نزلت ال هناك بكراك، نزلت القديم بتاعي ذا، لكن ما توفقت في ده. لقيت الهنود ده ما شاء الله يا زول، شفت اي حاجه يقول لك، لكن غلبوني ساي، غلبوني باريون. لا لا ما في مشكله. خلاص تمام. في سؤال يا شباب؟ اي سؤال؟ بكره ان شاء الله الدرس بتاعنا حيكون الستيك هولدرز، كويس، اخر درس في الـ في الـ في الـ في النولج ارياز وفي البروسيسز. بعدك زي ما قلت حنبدا ان شاء الله، حنبدا انا شخصيا معول على الحته بتاعت التقسيم المجموعات دي براكتيكال، لانه قبل كده دي ما اتعملت، ما في زول عملها. لو نحن قدرنا نعملها ممكن نحن بعد ذلك نديها ل لا لا 100 100 100 100 نديها لناس ثانيين يعني. 100 100 تمام. فكره، يا ريت يا ريت يعني ناس يكون عندها، يا ريت لو كان اي زول، حتى لو زول عنده مشروع هو داري ينفذه في المستقبل. لا لا انا غايته جروبنا ان شاء الله، عندي له مشروع انا ما داري استفيد من الناس، جروبنا ذاته. تمام جدا جدا. ناس انت حددت جروبك فيهم منو؟ اي محددين نحن. تمام 10% دكتور. انت مو معانا. انا غايته حسي بقيت عايز اطلب الباوربوينت ده، شكله خلاص مدام دكتور وهب الله طلبه، انا ذاتي بطلبه بعد ده. ما في مشكله. احنا الاوفيس ده مهم بالمناسبه في البروجكت بتاعي ذاته، مهم جدا بالمناسبه، لانه مونتي كارلو السوفت وير بتاع مونتي كارلو ما بيشتغل لك الا في الاكسل. جاي لا البروجكت بتاعي ذاته غير موضوع البرزنتيشن، البروجكت بتاعي محتاج الاوفيس ده. اوكي دي حاجه اساسيه من الريسورسز. تمام جدا. ايوه شكل تمام. باقي الشباب ما سامعين صوتكم. نعتبر انه ده مشروع التخرج بتاعنا بالنسبه للبروجكت اللي احنا شغالين فيه. يا سلام عليك، بالضبط كده. ايوه انا داير لي جروب كارب عشان يشيلوا الجماعه. جدا انت اسمع، داير جروب كارب بس شفت اقع البنات. اقع البنات بس هي المده الزمنيه الاستراحه. التكاله حقتنا من زمان في الجامعه يا رئيس. ايوه شفت ما شاء الله البنات دول يا زول، الليله درجاتهم الليله كاسحنهم كسحه ما عاديه. عليك الله. ايوه انا اشوف انا جروبي ده فيه وكان بيت والله قاعد كده بتضيعوني انت والطريق. لكن البنات ده ما شغلهم حكوا بنات ظريف معك الموضوع. انت بس حيرسلوك الدكان يقول لك امشي جيب ورق وحاجات فلوس كاب وحاجات، انت بس انزل جيب الحاجات دي وخلاص ما عندك مشكله. شغل الجامعات ده انا انت عارف انا شكلي ناسنا ديل حسلمهم بس اسم المشروع وعداك بفيك كلين. اها خازوق يا دكتور يكون جماعتك معتمدين عليك انت. والله تبقى مصيبتنا مصيبة كان كذي. لا أنا والله أنا شوف أنا ما هو المشروع أنا